القسمه فنيا من مرتبتين. اول ما اجي قلت انا ما اخذ من الاحد، اخذ من نهايه الرقم. اكو عاده اكو مدرسين ياخذون رقمين، او اكو مدرس ياخذ رقم رقم، انا راح اخذ رقم رقم. ليش؟ للسهوله. اخذ رقم هذا اشوف الاثنين اكبر اكيد اكبر اصغر منين من المقسوم عليه، فايش راح اخلي؟ اخلي صفر. اخذ المرتبه اللي بعدها صار عندي 25 تقسيم 13، اضم الاحاد واضم العشرات، اقول 2 تقسيم 1 اقول بها 2، فهنا بنخل ال 2 بنخل ال 2 راح اضربها بهذا راح يطلع اكبر، اقول 2 في 3 6، 2 في 1 2، صارت عندي 26. ما دام طلع عندي 26 يعني هذا الناتج اكبر منين من المقسوم، فشنو هو؟ غلط، لازم اخذ رقم اصغر وهو الواحد. فاقول 1 في 3 3، 1 في 1 1.